حاجه وحده غادي نشاركها معاك. عمرني درت شي حاجه قال لي مخي وندمت عليها. عمرني درت داكشي اللي قال لي راسي، سواء كانت شي حاجه خطر، سواء كانت شي حاجه اللي غتخرجني من لا زون دو كونفور ديالي، سواء كانت شي حاجه انني نصارح شي واحد. ما عمرني درت شي حاجه واخا هاد الحاجه اللي كانت خاطئه ولكن جايه من مخي درتها وندمت. وانا كنطلب منك انك ترجع شويه للور وتشوف شنو هي اخر تجربه اللي قال لك مخك دير فيها شي حاجه ودرتي العكس ديال هذيك الحاجه اللي كانت كدور لك في مخك، يعني العكس ديال داكشي اللي قالوا لك الناس تحت بريتكست ديال انه اكثر منك في التجربه، تحت بريتكست ديال انه عنده فلوس اكثر منك، تحت بريتكست ديال ان هذاك ولد خالتك ولا هذاك ولد عمك راه مدير شركه ولا ساكن في المدينه ولا ساكن في اوروبا، داكوغ. وهاد لي كونغي هادو اللي كنسمعو دائما في لونطوغاج ديالنا وسمعتي ليه وندمتي، الشعور اللي تيجيك من بعد شنو هو؟ ماشي غير الشعور بالندم فقط، تقدر تاخذ اون ديسيزيون منك راسك ويجيك الشعور في الندم وماشي مشكل. اللي صعيب ماشي هو الشعور بالندم، اللي صعيب هو داك الشعور بالندم مصحوب فقدان الثقه في النفس اللي كتجيك، فقدان الثقه في النفس انك سمعتي الناس وما درتيش اللي في مخك. هاد فقدان الثقه في النفس هو اللي تيخرج لينا بزاف ديال الناس في المجتمع سلبيين، كيشوفوا غير الحاجه الخايبه و كي سون مال دون لوغ بو. وغادي نزيد نوضح اكثر. واش اليوم كتشوف راسك انك عايش وسط واحد لونطوغاج، واحد الجماعه ديال الناس اللي كتلاقى معاهم في الحياه ديالك اليوميه، يقدروا يكونوا من العائله، يقدروا يكونوا صحابك خدامين معاك، اولا ناس تتلاقى معاهم في الحومه. هاد الناس هادو غير انت تتنوض دير شي حاجه تيبداو يرميو عليك المخاوف ديالهم، كيرميو عليك المخاوف ديالهم في شي حوايج اللي ميم با صعاب بزاف، شي حوايج بسيطه ديال انك تسافر بوحدك، ديال انك طلب الثمن مقابل الخدمات ديالك. مؤخرا جا عندي واحد السيد تبارك الله طبيب، قال لي انا تنخدم تنعطي للناس ولكن اون فوا تنبغي نقول للناس خلصوني، اون فوا تنبغي نفاكتوري على الناس تيجيني واحد الشعور رهيب وما تنكرهش الارض تحل وتختفي فيها باش نطلب لهم واحد 300 ولا 400 درهم. في نظركم اشنو اللي تيوصل الناس انهم ما تيكونوش اليز مع نفسهم وما تيكونوش اليز مع الحياه بصفه عامه؟ انا غادي نقول لك شنو هو المشكل ديال هاد الناس السلبيين، وهما الناس اللي تيرميو لك المخاوف. وانا فاش قلت لك تفكر يعني غتلقى ضروري شي واحد ديما منكد عليك، انت باغي تسافر، باغي تدخل في مغامرات، باغي تدخل في البيع والشراء، باغي تجيب السلعه وتعاود فيها البيع سيغ انترنيت بومبورت، كينكد عليك العيشه. والغلط اللي تدير انت هو ان كتقلب على ديك لا سيكوريتي، اللهم نقلب على ديك لا سيكوريتي ونسمع شي حاجه اللي ما تخلينيش نخرج من لا زون دو كونفور ديالي، تحت عذر ديال ان داك السيد راه قاضي غراض وراه واعر هو اللي غادي ينصحني. وهاد السيد هذا اللي غادي ينصحك علاش هو قاضي غراض وانتيا منكد عليك العيشه؟ واش هاد السيد هذا الي ماكافيليك، يعني كيقول لك حاجه ولكن هو قاضي غرض في جهه اخرى وعمر غادي يقول لك كيفاش تا قاضي غرض؟ وما اكثرهم سوغ انترنيت كاين واحد النوع في تابعينه ملايين ديال الناس في اليوتيوب والكونتوني ديالو عامر بحذاري حذاري 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 من النصب، حذاري من هاد المنصه، حذاري انك تدخل لهذا، حذاري من لي كوتش، حذاري من هادي. بعدوا من هاد النوع ديال الاشخاص كوم لا بيست، بعدوا من هاد النوع ديال الاشخاص. الانسان اللي ماكافيليك، الانسان اللي فيه البلا بلا بزاف، اللي بلا بلا بتوغ، بعدوا منهم، بعدوا من الاشخاص اللي كينكد عليك العيشه. شنو هو المشكل ديال هاد الاشخاص؟ هاد الاشخاص هادو هما ناس سلبيين، والمشكل ديال الناس السلبيين هو انهم عايشين في واحد لانسيكوريتي، محتاجين لا سيكوريتي في الحياه ديالهم. كاين اللي ماكافيليك يعني كيدير ديك الشيء عن قصد، عارف بانه كيلعب لك على العاطفه ولكن ما عمره غيعطيك راس الخيط ويمشي ويقضي غرض في جهه. وكاين واحد النسبه اللي ضحايا ديال لونطوغاج ديالو متركباش فيهم هذيك السلبيه، وراه تكلمنا في الحلقه اللي فاتت على واحد الحاجه اللي تيقولها لو باتريمون جينيتيك، يعني تقدر دير الدروس اللي درتي، تدير تدريب اللي درتي ولكن كيبقاو شي حوايج كتورثهم دي جين من العائله ديالك لانهما كبروا ايزيتي با بيان دون لوغ بو. هذا المشكل ديال الاشخاص السلبيين هو انهم فاش كيكونوا كيقلبوا على لا سيكوريتي، تيقلب على لا سيكوريتي، وفاش كتبقى تقلب على لا سيكوريتي شنو كيوقع؟ كتوقع حاجه وحده، كنولي نبدا نتنبأ غير الحوايج الخايبه اللي غيوقعوا، يعني دائما خصني نتحط في سيكوريتي. ويلا شدينا الطريق ومشينا لهنا راه ما عندناش رويدات السكور، ويلا خرجنا جرينا اليوم راه واخا كاينه الشمس لا مشينا تبحرنا عندك تشدنا الشتا وسط الطريق. ويلا لونسينا مثلا هذا لو برودوي هذا، اولا لا لونسينا الاشهار وخسرنا فلوس، ويلا ما تباع حتى شي حاجه. يعني دائما هاد الناس السلبيين تيبداو يتنبؤوا لبعض السيناريوهات اللي ما كاينينش اللي كيعيشوا في المستقبل، لان تيقلب على لاسيغونس وهو قلق
وهذاك لونغواس وهذيك لاسيورونس اللي تيقلب على داك كيما كتكون تنبؤ شي حوايج غادي يوقعوا. وتنساو الحاجه المهمه هي انهم يعيشوا حياتهم. تنساو الحاجه الاهم هو انه يدخل في التجربه. وداكشي علاش قلت لك في الاول بان ما عمرك غادي تندم الا دخلتي في تجربه، واخا تكون تجربه جايه من واحد القرار خطا اللي خديتيه وخرجتك في نتائج سلبيه، ولكن اللي مهم في هادشي كامل ما غاديش يخليك دي تراس في لابسيكولوجي ديالك، يعني ما غاديش يأباكتي الثقه في النفس ديالك. باغ كونطخ كتلقى راسك عايش 7 سنين مع واحد الشخص وكيسمعك داكشي اللي باغي تسمع، هو قاضي غلط في جهه اخرى، ولكن فاش كتفيق من الكذبه كتقول واو ضيعت 7 سنين من حياتي ايكوتي دي لا ميرد من هذا الشخص هذا. اذا قلنا هاد الناس السلبيين تيبداو دائما يسابقوا الاحداث، واليوم في البيئه ديالك ضروري غتلقى بعض النوع ديال الاشخاص كينكد عليك، كتكون انت باخر غادي باغي تدخل في واحد التجربه ولكن هو كيبدا يجبد لك شي حوايج، ودافع هاد الحوايج هادو يقدروا يبانوا لك انت ريزونابل. هذا هو المشكل، يعني هاد الاشخاص غالبا تيكونوا قاريين تنبغي ناخذوا من عندهم النصائح، ولكن عرفتي الاحصائيات تيقول لك راه جايه واحد الازمه اكس، عرفتي الاحصائيات تيقولوا عرفتي الا درتي هذه راه واحد ولد خالتي راه انفيستيس بلا ديال الفلوس و ال سي كاسي لا غول والبنكه سيزات لي على الدار. يعني تيبداو يعيشوك في احداث ما واقعاش، وهادشي كيصابوطيك في الوقت الراهن، وبالتالي ما كيخليكش تعيش حياتك وتدخل في التجربه. هاد الناس هادو بعدوا منهم، بعدوا منهم، لان درتي داكشي اللي قال لك مخك ما غاديش تندم. درتي داكشي اللي قالوا لك هما واخا يبان لك صحيح، الا ما ندمتيش اليوم غادي تندم مستقبلا. جمله جميله كان قالها ابراهام لينكولن، قال لي غران زيسبري ديسكوت لي زيدي، لي مويان زيسبري ديسكوت لي زيفينمون، اي لو بيتيت زيسبري ديسكوت لو جون. يعني الناس اللي قاضين غلط في حياتهم تيهضروا على المشاعر المشاريع ديالهم. علاش كنقول لك عرف راسك شكون انت؟ علاش كنقول لك لقى شي حاجه، لقى لو ريتم ديالك. باغي تنجح في لونتربرونيا حل المشكل، لقى لو ريتم ديالك، ما تبقاش تقارن مع واحد اللي 50 عام هو في الميدان وكيربح واحد المونطون اللي كبير. سير بلو ريتم ديالك، سير بالجهد ديالك، ما يمكنش لك تحرق المراحل. لي جون لي غران زيسبري ديسكوت لي زيدي، لي غران زيسبري هما الناس اللي عندهم نفس القيم ديالك، هما الناس اللي عندهم نفس الافكار ديالك. 97% ديال الناس اللي هما لي مويان زيسبري et les petites esprits، يعني الناس العاديين ومسيو تو الموند، ils discutent les événements، تيهضروا على الاحداث. دري هاد كورونا هادي جايه، يعني الناس كيكتفيو بالتفاعل مع الاحداث، ما عندهم حتى شي تاثير، ما عندهمش هذاك الليدرشيب. جات الحكومه قالت شي قرار صافي تي بازيو المستقبل ديالو على داكشي اللي قالته الحكومه. وقع شي حدث سلبي على برا صافي كتلقاه مخبي على راساته، كيمشي للمرجان ولا 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 الاتقدا ويتقدى على اساس راه جايه شي مجاعه وجايه شي حاجه، يعني دي جون كي سون انفلونسي باغ لي زيفيرمون. هاد الناس هادو هما الناس اللي كنتلاقاوهم مثلا في القهاوي ولا في السونتر فيل، مشيتي ناس كيهضروا على الاحداث اللي واقعه. لي بوتيت زيسبري اللي هما 90% ديال الناس في المجتمع المغربي، ايل ديسكوت لي جون، الشغل الوحيد اللي عندهم تيرمون الحياه ديالهم فارغه، تيرمون ما عندهم ما يقولوا. تيرمون ما فرحان ما سعداءش في الحياه ديالهم، كو الهم الوحيد ديالهم هما يهضروا على سكي نو فاب با شي لي زوطخ. الهم الوحيد ديالو هو يهضر على شي حاجه اللي يحضيك نتايا. الوغ فاش كنشوف راسي انني ما عندي ميتقال، وفاش الحياه ديالي فارغه، وفاش ما عنديش فاش نهضر، وفاش ما عنديش تجربه في الحياه، وما كنسافر، ما كنانفيستي في نفسي، ما كندير حتى شي حاجه، الحياه ديالي مبنيه على واحد الجروب داخل لي في الفيسبوك، دونك تيرمون ما عندهم ميتقال في هاد الجهه هادي، كندور الجهه الاخرى، كاين فلان، كاين عزيز ام بي، راه واقيلا داكشي اللي تيقول ماشي هو هذاك. شوف هذيك درت الفلوس في اليوتيوب على ظهرنا كتبيع الماكياج. شوف هذاك راه تيباغي يبيع لكم شي دوره. شوف هذيك راه اي هذا غادي يبيع دوره، هذه كتبيع الماكياج، غدا ولا بعدو غادي تمشي تدفع في بارتمان، غادي تسكن في ابارتمون، غدا ولا بعدو غادي تبني محل. انت شنو درتي؟ وهذا هو المشكل مع صحاب حذاري. لا دخلتي اليوتيوب حذاري. الناس اللي كاين جوج ديال الناس اللي قاعدين الغرض في هذا المجتمع هذا، الناس صحاب حذاري بالادسنس داكور، والناس صحاب اللي دير القطن في ودنيه وفاهمه باش منفوخه، وعارف بان لونطوغاج ديالو عامر بصحاب حذاري والمحساده ولي براكاسي وبنادم فيسيو، ولكن قاضي غلط. النقطه الثالثه صحاب انا كيتسموا لي زيغو سونتريك، واحد النوع اللي كتجلس معاه تتحس بواحد التقدير الذاتي ديالك تينزل، تتحس براسك انك ما لايق حتى شي حاجه. هاد الناس هادو اللي تتجلس معاه تيبقى يقول لك غير انا هاد الناس هادو بعدوا منهم.
راه دي فوا انا عارف انك اليوم تتقى المشكل الوحيد اللي عندك في حياتك ماشي هو نقص الكفاءه ديالك. المشكل الوحيد اللي عندك في حياتك هو ان تحل باب اي واحد يدخل الحياه ديالك، وحتى كتعيش دي زيفينمون خايبين وما كتعرفش هذاك لي زيفينمون الخايبين وما كتعرفش هذاك الشعور السلبي منين جاي، وكتخرمز وكتفقد الثقه في نفسك، وبالتالي كتجيك واحد المساله خطيره هي كتفقد الامل في الحياه. الامل شي حاجه اللي سهله تمشي وصعيبه باش تبنى. اذا دير لونتي فيروس، سد صحاب انا كندير. الناس اللي تيهضروا ما تيديروا والو صحاب، حذاري لي جون كي سون لا جوست بور تو كونتردير، يعني الناس هنا غير باش يتعارض معاك داكور. الناس هنا الناس اللي غير دايرين ستيلو احمر الناس الاخرين، الناس هنا اللي تينكدوا عليك اي حاجه باغي ديرها. ايفيتي كوم لا بيست، داكشي علاش كنقول لك وكنعاود نقول عرف راسك شكون انت. حاول تلقى شي حاجه، حاول تلقى واحد لا ميسيون دو في. يعني الانسان محتاج ثلاثه ديال الحوايج في الحياه ديالو، قيدهم. المساله الاولى محتاج لواحد لا باسيون، محتاج لشي حاجه اللي قيمه اللي يخدم عليها، ان بروجي بيرسونيل، لقى هذا لو بروجي بيرسونيل هذا. المساله الثانيه محتاج اللي يحس بانه هو تيتحكم في حياته، الشعور بالتحكم. المساله الثالثه محتاج الواحد اللي وسطو يعيش وسط واحد الجماعه ديال الناس اللي تتفاهموا. بالنسبه للمساله الاولى ديال ان خصك تلقى ان بروجي بيرسونيل، فرا عندها علاقه بلا جيستيون دي زيموسيون. يعني شنو هو هذا لو بروجي اللي غادي بالوغيتم ديالي وغادي بالشخصيه ديالي، وتيدود مني بعض المشاعر ديال الانسبيراسيون من الداخل. وراه تكلمنا على هذه المساله هذه في الدوره ديال الذكاء العاطفي، دايوغ راه كاين التسجيل ديال الدوره كامله لتحت فيها 8 السوايع بالتمارين ديالها. بالنسبه للناس اللي بغاو يستافدوا يدخلوا يكليكوا على الرابط في لو كومونتير ويتقيدوا، راه غيتواصل معاهم فريق العمل. سي كيستيون جيستيون دي زيموسيون. الناس اللي مالات في الحياه ديالهم والناس اللي هنا غير باش ينكدوا عليكم الحياه وسلبيين وتعيشوا في المستقبل بزاف، فراه عندهم مشكل واحد هو المشكل ديال لا جيستيون دي زيموسيون. المشكل ديال انك ما قادرش تلقى لو ريتم ديالك كتقارن مع الناس هو مشكل ديال لا جيستيون دي زيموسيون، مساله اداره المشاعر والعواطف. بيان سور الا قدرتي تجري لي زيموسيون ديالك غادي تقدر تحيد الاشخاص الخطا من حياتك ولي براكاسي ولي طاغي، وغادي تبقى غير مع الاشخاص اللي تيفهموك. عاد كتجي النقطه الثانيه من بعد فاش كنلقى لو ريتم ديالي، هادشي كيعطيني واحد الشعور ديال التحكم، ديال انني كنتحكم في حياتي، ديال انني ماشي مضغوط. بيان سور الا كنتي كتدخل صحاب حذاري عندك دير هادي، وكنتي كتدخل المنحرفين النرجسيين لحياتك وصحاب انا ودور في دماغك، دور شوف في لونطوغاج ديالك شكون اللي كتجلس معاه، كتحس براسك محبط لانه ملي كتجلس معاه هو غير انا. وفاش كنت كتبغي تهضر ولا تقول الراي ديالك شي حاجه، الراي ديالك بحال الزبل داكوغ. دونك حضي مع هاد الناس هادو، سي نورمال فاش كتحبس هاد الاشخاص هادو تيجيك واحد الشعور بالتحكم اللي كيعطيك واحد الشعور بالثقه في النفس، واللي غادي يحطك في واحد لي زيموسيون ديال 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 لالينيومون مع شكون انت. هادشي غادي يحطك في واحد الحاله ديال الجذب اللي غيخليك تجذب الاشخاص الخطأ، الاشخاص الصحيحه فوق. يعني دي فوا ما محتاجش انك تقرا التواصل، ما محتاجش انك دير مجهود، كتكون مكونسونطر على المشاريع ديالك، هادشي كيخلي الاشخاص الصحيح يجيو لعندك بلا ما تحس. يعني ما كنديروش لي فور باش نتعرفوا على ناس اخرين، وهادشي حتى هو غنتكلمنا عليه في الدوره ديال الذكاء العاطفي والمهارات الاجتماعيه. يعني العلاقات اللي غيزوك الفوق ما تيجيوش بلي فور، وما تيجيوش بالسهل، وما تيجيوش بالصعيب، تيجيو بطريقه طبيعيه. والطريقه الطبيعيه اللي خصك تحترم المراحل اللي تكلمت عليها، تلقى لو ريتم ديالك، تكون عندك الشعور في الثقه في النفس ديال انك كتحكم في حياتك، وهادشي غادي يخليك تلاقى مع اشخاص اللي كيدخلوا معاك في دي غولاسيون بور باتير. الهدف ديال العلاقه هو الفو باتير كلكو شوز. بركه ما تبقاو تدخلوا في الحياه ديال الاشخاص دغيا وتخرجوا منها بالزربه. العلاقه كتجي بدون ارتباط مرضي لهدف بناء شيء معين، يعني واحد لو بوينت كونفيرجونس، والامور كتمشي بطريقه طبيعيه. هذا الفيديو هذا بارطاجوه مع الماكسيموم ديال صحابكم، وخليونا التجارب ديالكم مع هاد الاشخاص السلبيين، الاشخاص اللي كينكدوا عليكم العيشه، الاشخاص صحاب انا وصحاب حذاري. خليونا لي كومونتير ديالكم في التعاليق، وتبارك الله عليكم، تلاقاو لحد الشيء. شكرا.